يا مساء الفل، ازيكم؟ بصوا، الملوخية بالجمبري، ايه ده؟ دي حكاية. لا لا، رهيبة 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 بجد. الواحد يفضل ياكل فيها يعني ما يسيبهاش ابدا. في حلة على النار انا حطيت معلقتين من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة، ممكن طبعا تحط سمنة، ونزلت عليهم ب3 فصوص ثوم كبار مفرومين. اول ما ريحة الثوم لقيتها طلعت، نزلت على طول بكمية من الجمبري النظيف المحشور. عايزه تحطي بقى جمبري صغير، جمبري كبير، المهم ان هو يبقى متقشر ونضيف. عايزه تقطعيه يعني تسيبيه بحاله، واي كميه من الجمبري مفيش مشكله، حتى لو اقل من ربع كيلو تمام. انا عايزه الجمبري يتشوح ويدخل في التسويه ولونه يتغير، ورشيت عليه رشه ملح. اول ما خلاص اتشوح وخد لون حلو، نزلت عليه بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه. الريحه ملهاش حل، فظيعه. عندي بقى شوربة سخنة، شوربة فراخ ممكن أو شوربة سمك. حطيت 3 كبشات كبار من الشوربة، وسبت الجمبري يغلي مع الشوربة تقريبا 6 7 دقايق علشان الجمبري ايه يعني يستوي. وبعد كده نزلت بالملوخية، ده كيس ملوخية مجمد، بس طبعا أنا خليته ايه يفك خالص. أول ما قلبته شفت سمك الملوخية، ولقيتها محتاجة لسه شوربة، حطيت لها 2 كبشتين كبار كمان من الشوربة. وقلبت الملوخية تمام، ممكن تدوقيها عشان تتأكدي ان ملحها مظبوط. انا هخلي الملوخية تغلي غلوة واحدة بس او غلوتين بالكتير، وهطفي عليها. وطاسة بقى جنبي فيها الزبدة وزيت او ممكن سمنة، وطبعا ايه فصين 3 ثوم مفروم عشان نعمل الطشة. الملوخية بقى يا نهار ابيض عليها وعلى حلاوتها وفظاعتها. والطشة طبعا مش قادرة اوصف لكم فظيعة ازاي. الريحة وهمية، يعني طبق حكاية بجد. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ويبقى مناسب جدا مع اي عزومة انت عاملة فيها سمك، لازم تعملي معاها ملوخية بالجمبري. هيرمي كتير في العزومة وهيكفي الناس كلها. يتاكل بالعيش، يتاكل بالرز، بيبقى فظيع. شايفين الحلاوة؟ ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. علشان الملوخية ما تسقطش منك، ما تزوديش الشوربة، خليكي انت اللي مسيطرة على السمك بتاع الملوخية. وبالهنا والشفا، كنت معاكم انا مروة الشافعي. لو عجبكم الفيديو والوصفة، من فضلكم اعملوا له لايك وشير.